تسمحوا لنا؟ تسمحوا لنا شوي؟ كيفكم؟ شو الأخبار؟ كيف أموركم؟ احنا دخلنا عليكم فجأة وفوري. أهلا وسهلا، بتشرفوا، خذوا راحتكم. بدكم مالين ولا بدكم؟ بدنا إياكم التنين، بس شو رأيك نبلش بلين؟ بلشوا معلي، أنا خليني أكل لي هيك حبة تشيز كيك على بمخي. وهلا نرجع لك. أوكي. بالعافية. شو لي شو الحلاوة هاي؟ Thank you, thank you. كنا اليوم لين عن تواجدك هون بهايلايت جوردن. Yes, أكيد. اليوم نحن متواجدين بهايلايت جوردن، إيفنت كتير مهم بيحكي عن طريقة تنشيط السياحة في الأردن عن طريق السوشيال ميديا والإنفلونسرز. يعني الحمد لله إنه إحنا في بلدنا صار في تقدير للإنفلونسرز وصار في وعي أكتر تجاههم وتجاه التأثير الكبير والعميق اللي هم بيعملوه، مش بس على مستوى وطني وعلى مستوى عالمي كمان. طبنا منك سر من أسرار النجاح على السوشيال ميديا. هدول أسرار كتير. بيقولوا a magician never reveals his secrets، بس مش مشكلة. طبعاً أهم إشي أنا برأيي يكون واحد على طبيعته، ما يكون في تصنع بالمرة، لأنه إذا كان الحد على طبيعته وأظهر طبيعته بيبين يعني إشي كتير عفوي وإشي كتير ناتشرال، والناس على طول رح تحبه ورح يعني تتابعه وتضل تحضره. يعني على فكرة الأغلب حكى العفوية هي سر النجاح. طبعاً يعني أتفق معهم صراحة. طبيعي بدي أسألك هيك سؤال سريع. احكي لنا، كيف روجتي على السوشيال ميديا تبعتك عن الأردن للناس؟ هلا أكيد آخر فترة كل ما نزور أي مكان بالأردن، وإذا كان العقبة وإذا كان بترا ديدسي أي إشي، أهم إشي ننزل بوست ستوريز من المكان اللي إحنا منروح عليه. آخر فترة رحنا على البترا بتذكر، وكان في أصلا مجموعة من الإنفلونسرز معنا وكتير انبسطنا، وكانت رحلة بتطير العقل، وهذا كان كله بس بهدف الترويج للسياحة في الأردن، مشان نورجي الناس قديش هي البترا حلوة، قديش في أشياء ممكن تعملوها في البترا، أشياء احنا شخصيا ما كنا نعرف عنها قبل، فلما رحنا واستكشفناها كان اشي كتير حلو، بالذات انه احنا نقلناه للناس اللي بيتابعونا، وهذا الاشي اكيد كان بيساعد في ترويج السياحة. طيب بدنا نلعبك لعبتين. الاولى بدنا تعطينا ثلاث حقائق عنك وواحدة منهم مش صح، والجمهور هو اللي راح يعرف اللي مش صح. طول عندك. Let's go. انا بدرس صيدلة، عمري 23 سنة، وتخرجت بمعدل 93.7. I think هدول. أنا أحذر. بحس العمر ممكن. لا لا لا، خلي المشاهد هو. المشاهد. المشاهد. يعني أنتوا احذروا. هدول الناس اللي بيتابعوني منيح يعني. مش عارف، أنا نابني الفضول. صابني، في عندي فضول. أنا بس نستنى، بس نشوف. نستنى. نستنى. إحنا شباب. أوكي. وقاعدين لذيذين ومبسوطين مع بعض، صح ولا لا؟ طبعا مبسوطين. شو بدنا نلعب؟ بدنا نلعب طبعا. جاهزه؟ بدنا نتحدى. ليتس جو. ليتس جو. تحكي لها عنها شوي. اوكي، هذا الصندوق او الشيء الازاز في بقلبه في بقلبه ورق. اوكي، هدفك تاخذي ورقه وفي تحديات، تعملي التحدي الموجود بالورقه. اوكي، جاهزه؟ يلا تفضلي. بس ممنوع الغش. ممنوع الغش. غشينا. احكي لي نكته. يا الله انا اسوأ انسان بحكي نكات. يا الله. يلا مش مشكله. يا الله. ولا عندي إشي. انا اسوأ انسان يحكي نكات. استنى، عم بحاول افكر بشيء. مره واحد كان بمشي بالحي، بعدين اجا لقى واحد، خلص ما بعرف عن جد. ما عندي نكته خلص. You promised me to laugh. يلا. برافو، والله انبسطنا فيك. يعني عندي كل المواهب الا اني احكي نكته، يعني اشتغلي على نقطه الضعف. طب غنينا، عندك كل المواهب. شو بتحبوا اغني لكم؟ اللي بدك اياه. شو حلو. اوكي. شو حلو حبيبي، شو حلو هالقمر، شوفوا ما اجمله، بس انا عبالي دلله وحياتي ما حدا. شكرا شكرا شكرا. بقى يزعلوا. شو حلو حبيبي، شو حلو هالقمر، شوفوا ما اجمله. خلص ثانك يو. دعمناك يا هلا. فعلا دانا، السر العفوية. صح. كون على طبيعتك 100%، مش متصنع. ما تكذبوا. وانتي ما شاء الله عليكي، انبسطنا فيكي. ثانك يو كثير. وان شاء الله نشوفك من اعلى لاعلى. كثير انبسطت فيكم. ثانك يو. شكرا لك وعقبال التخرج. يا ليو. شكرا حبيبتي.